صحة شربتكم الناس الكل، ومرحبا بكم بحذايا في فيديو جديد. اش عاملين البنات؟ حسيلو كيما كيف العادة والعوايد، بعد شقة الفطر ديما قهوة. القهوة الواحد يحل بها عينيه، عرفتوا حتى كي تبدا مش محش عليها لازم تعمل قهوة كتحل بها مهم تحل بها عينيك. وباش نقعدوا اليوم لا روتين ولا تطيب ولا كوجينة ولا حتى شيء، باش تقعدوا معايا تخش عليكم ساهلين معايا. ريحة تقتل اصلا. بالبنات تاني نكمل نمد شنو قضية وكل شيء، باش نوريكم القضية باش نوريكم على ريحتي خير من اني نقعد كل مرة نمشي نجيب حاجة. كل شيء هوكا حطيته بحذايا. هذه قهوتي، اكيد انتم حطيتوها عاملين قهوة تو ولا تاي ولا كل واحد حاصيله كيفاش مستانس. جيبوا قهويكم حطيتوها وقعدوا تفرجوا معايا. اول حاجه تبدي انت، يعني مش مشكله، خديت الروب هذه. الروب هذه البنات باش نلبسها، باش نلبسها نهار العيد، معناها في الصباح كي نمشي نهبط لدرحماتي ونقعد غادي، خاطر ساعات تلقاني قاعده في درحماتي ويجوا برشا ناس يعيدوا كل شيء، وانا تلقاني لابسه نتاع دار، معناها لبسه عاديه. قلت يا برا المره هذه نشري حاجه معناها للدار، نلبسها وحدي في الدار وهوكا نشري حاجة للخروج كما نقولو. خديت الروب هذي عجبتني على الاخر. او بعد نقابلكم الكاميرا معاش كان بينا عندكم ليل كولورها هيك في ال معاش يتسمى هذيك الازرق الفاتح، تحسو ازرق هيك معاش كيفاش نفسركم، موش فيردو. عجبتني، تعرفوا البلاد ظهالي باش نمشي نرجع ناخو منها كعبة اخرى نولي نصور بها ان شاء الله في الصيف. تعرفوا الصيف وسخانت يعني الدنيا تبدا سخونه على الاخر، والناس اللي تبدا تصور وعندها قنوات تعرف الحاجه دي، انه احنا نحيروا في اللبسه مع الفوله مع اللبسه بالحق. مش اي اكثر حاجه معناها مواجهه منها عملناها. خديت الروب هذية، المشكله في اللي دين نتاعها، شوفوا اللي دين نتاعها ما تعاونيش جمله، معناها حتى باش نعمل روتين حتى باش نطيب وكل شيء ما تعاونيش. هذه عجبتني علاش؟ خاطر شوفوا اليدين نتاعها لاستيكي، اليدين نتاعها لاستيكي وهكا، وفرد طول معناها ماهيش هكا طويله، قدي اني بالضبط، قد طولي بالضبط. قلت نرجع ناخذ منها كعبه هكا في النوار ولا كعبه في الروز الفاتحه وكل، ولي هذه نلبسها في الصيف. الكاليتي نتاع الروب تهبل 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 تهبل، بارده وربخه محلاها هذاك علاش. هكاو هذه شنو خديت، قلت كيما قلت لكم نلبسها في الدار. ما حبيتش الحقيقه ناخو اسمها هذيك الجبه المصريه، الحقيقه ما حبيتش ناخو، حتى ما قلت لي خذ منها ومزينه وكل، بصراحه ما عجبتنيش برشا، ما نعرفش نحسها كبيره ياسر. كيما قلت لكم فيها حكايه اليدين منها وواسعه وكل، هي ديجا هذه واسعه نحسها درا كيفاش. هذاك علاش قلت خلينا ناخو حاجه هيك سامبل، و يعني مش سامبل، هي المحاله هكا مشكشك، رغم اني ما نحبش هالشكشيك الله، اما في الفاسون نتاعها كل شيء سامبل على الاخر، مع اليدين نتاعها هيك لاستيكي وهي في نفس الطول نتاعي ونفس يعني تجي عليا قد حصير. وعجبتني على الاخر. بالنسبه للبسه نتاع العيد، برغم رو اني من عندي ونخرج، ديجا اللي متبعني يعرف ان وين ما عنديش برشا خروج وكل شيء، يعني بخلاف باش نمشي لدارنا اكاهو، معناها نكون مشي دار خالي، عمومتي كل يتلموا في دارنا، عيلة راجل زيدا نمشي ومعناش برشا زيدا حصلوا كل، معناش برشا خروج تقريبا. معناها نهار العيد نمشي لدارنا، ثاني عيد في دار حماتي يجوا اخوات راجلي، كهو حفظتوا العيد نتاعنا كيفاش. قلت اني خديت حاجه هيك للروب هذيك عجبتني بصراحه، هكا تمشي عيد وتمشي هيك نتاع داء، معناها تقعد لي اني واي نلبسها وكل. كيما قلت لكم في يعني لبسه العيد بالنسبه لي اني ما عرفتوا كل هيك حاجه هيك نفرحوا بها، وكما تعرفوا هذه العيد من شعائر الله، يعرفوا العيد لازم معناها الواحد باش يشري لها لبسه ولا يفرح لها يحضرها لحلو، هذه حاجه معناها داخله في ديننا كل شيء لازم باش نفرحوا بيه، نلبسوا احسن ما عنا وكل شيء. هذاك علاش قلت هاكا اني خديت الروبه هذيك من هيك حاجه سامبل
ومزيانه هيك نجم نلبسها في الدار نبدا مرتاحه فيها. وكي نخرج عندي البنات بلازير هدية خديتها في قبل رمضان، خديتها من البستاجي جابت كي نتاعها في الروز واخدتها كاميرا كم مقلوبة ما هي شكل بينا برشا حصلوا اكيد اكيد معناها تعرفوهم ستيل هذوما جا الدنيا كل معبية بيهم. يعني عمناو متاع العيد الكبير زادا بلازير وسروال متاعها كنت تذكروا في الباش كتبديله كاملة، قلت زايدة معناها عندي تبديلة البيج هكا ديما نلبسها في المناسبات وكل هي مزيانة. وقت عملناها خديتها ب130 حاجة كما هيك. السنة هذه خديتها البنات خاطر حسيتها هيك مزيانة وكل كانت عندي مناسبة ما لبستهاش. الكوموند كيف عديت الكوموند هذه خلطت لي روتار، فهمتوا كنت تذكروا عنا لما متاع ولادة وكل حبيت نلبسها خلطت لي روتال الكوموند عاد وليت ما لبستهاش قاعده كيف ما هي ديجا ما لبستهاش. قلت بلا هكا تقعد العيد مزيانه هي هذه في الروز كروز الفاتح. وخليت عليها سروال جين، هي هذه البلازير البنات طويله على الاخر تقريبا توصل للركب تعرفتوا طويله على الاخر، ممكن اني خاطر قصيره زاده وهي مع انه هي طويله شوف ما هي شكل قصيره. خديت عليها سروال جين هذا قضايا سروال جين خديته من سوسة، تقول لكم هبطتني اختي من سوسة خديت السروال جين هذا ما عنديش الكولور هكا الفاتح. وزدت خديت عليه مش ناخو سانديل ولا طالون ولا حاجة خاطر عندي ديجا وحبيت تكون هيك عرفتوا كل سبور عمناه الوقت هلبست مع كيما قلت لكم لونسوم بالسبادري خديت سبادري راجي شتا صحيح اني ناخذ سبادري خديت سبادري بصراحه لقيت روحي مرتاحه على الاخر خاصه كيما تعرفوا مع الصغار سلمى نبدا نهزتها في حملتي وكل لقيت روحي مرتاحه على الاخر. والسبادري هكايا نلبس فيه تقريبا معناها لبسته برشا مع تو ديما نلبس فيه حاسه السبادري ضيع عجبني على الاخر وديما لبست. وقلت سنين مش باش ناخذ حاجه اللي تشد الخزينه وما نلبسهاش، ناخذ حاجه نعرف روحي باش نلبسها. خديت سبادري هذا ما خديتوش في البلون خاطر عندي ثلاثة واحد في البلون خديته هكا في البلون سال ولا حاسيلو الكولور هكايا ماهوش ابيض هذايا سبادري وعالي على الاخر البنات. حبيت نطور روحي باي طريقه يعني اعلى صبات لقيته صدقوني اعلى صبات لقيته شوفوا العلو نتاعو حاسيلو اني خديته على العلو نتاعو خديتوش على زينه والله قلت على الاقل يطولني شويه صدق عجبني على حكايه الطول عاش كان ظهر عندكم ولا ما تحسوني يا طول شويه عجبني على خاطر هكاك بصراحه قلت كي شنو بطلت هكا هو يمشي نتاع كل يوم تمشي نتاع حاجه كيف ما هكا هكا الروب هكا مزيانه زاد. وتبديله هذه البنات خديت عليها امبارح سالتني على نوعيه الفولاره راهي البنات هذه كيما المسلين ولا كيفاش باش نوريها لكم. خديتها كيف زاد من سوسه خديت هذه في الروز كروز ميود حبيش ناخذ كل روز اما ما عرفش تطلع عليها ولا لا صوره تطلع تجي مزيانه مش لازم نفس الكولور بشي سامت تحسها كل موسلين هاك صدقوني ما عمري ما كنت نتصور انه الكاليتي هذه باش تجي عليا ومعناها باش تركح لي. عاد كي دخلت البوتيك جاب ربي عنده وين تقيس الفولارات عاد قستها تصدمت بالحق تصدمت اني ديما نحبهم الفلالات اللي يعملوا كل الفورمه هذية نحبهم خاطر اني وجه مدور يخرجوا عليا تبدا فورمه هكا ما يخرجوش عليا كل اللي بداو هكا هذاك علاش استغربت انه هما يوتيوني من عملاو نشوف فيهم وما حبش ناخذ منهم قلت ما تركح الجمله محلاها خرجت عليا على الاخر حسيتها خديت الكعبه هذية في الروز كفاتحه وخديت هذه في الماروخ خديت كعبه زيت الماء في البيج كفاتح وتو ان شاء الله كل مره نخطف كعبه. ندمت اللي اني ما خديتش في النوار خاطر النوار يخرج على كل شيء ندمت اللي ما خديتش في النوار هاكا نلبسها مع اللي يجي معناها اما تو ان شاء الله كل مره ناخذ واحده هذه ب 10000 البنات هذه ب 10000
كعبه منهم بعد شوي. فهو هي تبدا علي تبدا العيد بتاعي. نزيد نوريكم الروب هدية هاكا تخرج زيادة على الفولارة. الروب هذه البنات بربعين، الروب هذه بربعين. تروني لبستها نهار العيد، ما نحلق لكمش المراحل، ان شاء الله نهار العيد تروني لبستها. اما هي الحاجه اللي عجبتني انه هي على طولي بتضبط، ما هي شكل مش شكل طويله. نفد كي نشري روب وتلقاها طويله يعني. خديت هذه زاد حبيت نوريها لكم على البلازير الروز. خديت بلازير في النوار، هذه شفتوني لبستها في دارنا، فما شكون سالني عليها مشيت لدارنا مش قلتها، بالرغم خديتها ايه وحسيتها كبيرة شوية. ان شاء الله طبعا هزها الخياطة تزيد نقص لي فيها شوية، حسيتها كبيرة على الاخر. هدي النوار كبيرة عرفتوا، ما عجبتنيش برشا. كل مرة ناخو حاجة حسيتهم جملوا عندي تبش والله، عرفتوا كل حاجة كل واخدتها بخليف السروال. السروال هو اللي خديته جديد معناه، والبلازرات عندي والناس الكل. هذه البنات في سلمى، فهيك الروب الروز تقتل والله سامبل. وما حبيش فيهم بلونيات وكل شيء، صراحه نحسهم تاع عرس جايني صيف سنين. صيف سنين عندي تقريبا زوز عروسات في العيله، بنت خالتي وعندي بنت خالتي تتسمى زيدا الاخرى. معناها ان شاء الله تو نشري لها تبديله كي تبدا. كيما اللي قلتوا لي كل الفروز الفاتحه كل شيء، هذوكم تحسهم بالحق نتاع عرس، ما يجيش تبدا هكا لابسه دوكم اللي بالفلونات وكل شيء. تو ان شاء الله في العرس ناخذها. هذه حبيتها هكا سامبل ومزيان، عرفتوا كل تمشي وقت توا زاده، خاطر الاخرين كلهم عاريه. هذه هوكا كانت تحب تلبسها وحدها هكا كي تسخن، كي تسخن الدنيا، والبليرو هكا فوقها. الروب هذه قلت لكم كنت باش ناخذها لها البنات قبل رمضان. قبل رمضان مشيت للبوتيك وعلى اساس باش ناخذها، ما لقيتش تاعي سلمى. سلمى 3 سنين خاطر تلبس، قالت لي مخلي السلعه للمعرض كانت تحب نجيب لك منها. اي قلت لها ان شاء الله تو في المعرض نعمل طله ونعمل دوره. كما شفتوني في المعرض شريت كعبه لسلمى، هي كانت بصراحه مزيانه هي ومضخمه جيب وكل شيء. الله غالب ما كتبتش خط صغير عليهم، فماش تايمه اكبر كلهم تشريو. وليت هي ورجعت لها معناها المراه، وليت خديتها. هذه البنات ب 85 روب، هذه ب 85. وانا كلرها ضي نموت عليه الروز، نموت عليه نموت عليه. اوكي شنو مسويني وسلمى كيف كيف. خديت لها عليه، خديت لها عليه الساك هذا، كثر ما هو صغير ما تنجمش حتى تشدو. هذه الساك اللي خليتها عليه، والصبات بلا صبات يهبل 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 الموكاسان يقتل. بعد ما شدوا لها طلع ما يجيش قدها، وليت خديت لها ضيع ما قيتش قدها، و بتشي اخذت لها ضيء حتى ضيء مزيان هو، اما الاخر يهب الاخر، الاخر حده 23. وكهو هذه تبديل سلمى، شنو رايكم؟ متشوقين كلكم تبديل سلمى ديجا، معناها ما فماش يكون متشوق لتبديلتي. ديجا احنا الكبار ما عادش اني الحقيقه ما عادش نركز برشا. من خليت لها عليها الكولون هذايا البلون زيده طيب. هذيك الشكاكل هذوما ساشي كامل معبر بشكاكل كادو لسلمى، بوسه بوسه كبيره اللي عطاها سلمى الكادو هذايا، برشا برشا شكاكل. شوف قديش لما سلمى خديت لها. وديكم شنو شيكي سلمى كينو هذوما تاع الصغار يقتلوا. هذيا لسلمى خذيت لها بوندا زيدا نسيتها في دارنا.
وبالنسبه لتوما شفتوهم هذوما الشميزات اللي خديتهم التبادل هما مش شميزات، خديت هذوما اللي في البلو مش الاخرين اللي في البيج معهم سروالهم هذا في النوار، ونجد زادا في عوض نلبس النوار نلبس اللبس الجين باي متاع سالم فيه هيك زادا في البلو منه، وضيع متاع انس كيف كيف اني ولادي كان ما نشري لهمش كيف كيف صدقوني يا البنات يعني لا يستمتعوا بتبديل لا يستمتعوا بعيد لا يستمتعوا بحتى شيء، معناها كيفاش هكايا خير مني والاخر يقول هكايا خير مني، عرفتوا كل ما يعرفوش شكون احلى، اما بالنسبه ليهم مادام ما خديت لهمش كيف كيف معناها نتاعو هو ازين، لازمني كل شيء ناخذه كيف كيف صدقوني، حتى من الكراسات خديتهم كيف كيف زاد انوار، يعني لازم تثبت في الديتاي كما نلقاش مثال عجبني صبات هذايا لسالم وما لقيتش قدو انس ما ناخذوش، خاطر بالحق نعرف ولادي كيفاش يخمو هكا، هذوما تبديلتين نتاع سالم وانس، حبيت نوريكم زادا المره اللي فاتت كي حكيت لكم على كتبش اللي خديتهم من عند وحده لهني هيك جارتنا من فرنسا، برشا قالوا لي ورينا خلينا نفهم على شنو تحكي كل شيء، هما البنات وبرشا قالوا لي عطينا نمرها، البنات هي مازالت ما جابتش، اما كان جابت في قالت اختها تروح في جويليا كان جابتها ونقول لكم تنصور عندها، خديت هديه كيما هديه تو الانس، خاصة اني صدقوني هذوما الكعبات اللي لقيتهم اخر كعبات هزيتهم الكل، يعني قلت تجي قد انس قلت تجي قد سالم، المهم معناها خديتهم وكاليتي نتاعهم باهية، ما اخترتش اني الموديلات هذوما لقيتهم اخر كعبات هزيتهم، خاطر هي كي هبطت في جروب لهنيك في مساكن برشا ناس مشات لها وهي واني مشات لها من غدوة، حضرت على الكعبات هذوما هزيتهم الكل حاصلو معناها مش اني الحقيقه، خاطر الموديلات اللي لقيت هزيت، هذه الشورت نتاعو وهذه التريكو، هذه احلى كعبه تقريبا في النوار، والكاليتي البنات ما نحكي لكمش على الكاليتي هاو معناها كي تعرفوا سلعه فرنسا كيفاش تشوفوا، عليهم معرض نتاع تبش، ماما مش مشريين كل مره فرد مره، كل مره نخطف حاجه كما تعرفوا تو لبست الدار ما تنجمش تشري لهم تاع ربيع خاطر الطقس ولا صيف هذاك، علاش معناها خيرت اني ناخذ هكا اللبسه نتاع نصفيد احسن، خديت هديه زبلتيله هذا التريكو وهذا الشورت نتاعو، هذه تجي قد سالم 12 عام، هذه قد سير جربي هما اللي لقيتهم كلهم معناها في قياس ولادي، فردتهم الكل تنظم هذه زاد خذيتها، يعني راني في الحقيقه ما نخذش المشكشك هذايا، كان جي معناه فما موديلات وفما اما نختار ما مستحيل نخدم هذوما، اما عرفتو كل اللي لقيتها زيت وكهو هذايا الشورت نتاعو في النوار، وهو هكا بنيت فرحانه بهم اكثر من تبش هكا الكل بالحق، خاطر اني نعرف صغاري تعرفوا في الصيف تقريبا كل يوم دوش وكل يوم لبسه جديده، لازمهم كل يوم عندهم ما يبدلوا، فرحانه بهم اكثر من تبش هكا، خاطر تبش هكا عرفتهم واش باش يلبسوه ديما، وهذايا اللي به الفايده معناها بالنسبه ليا ولصغاري، هذايا التبش نتاع الدار هو اللي به فايده، لقيت هذه زاده في الروش، هذه قد سالم تجي السروال نتاعها شعشوعي برشا في الاحمر اما كهو هذه هيك وهذه هيك البلو، هذه احلى على الاقل في البلو احلى، اما كما قلت لكم هكا هو هذم هما البنات، ما خديتش حسيت هذم هما اللي خديتهم لهم،
بكره وان شاء الله الفيديو بتاع اليوم ما عجبكم. متاكده برشا باش يجيو يقولوا لي غيرك ما لقاش تبديل. لو انت جاي توري فينا في معرض بتاع تبشره كيما قلت لكم راه مش كل شيء ناخذ فيه مع بعضه وفرص. يعني التبديله هذه خديتهم ب 20000 توا، حتى سلعه تونس ما تلقاهمش ب 20000. شكون يلقى تبديله ب 20000؟ اما يعني تبدا الكاليتي مزيانه كيما قلت لكم. انا صدقوني اللي يهمني في المنظر على قد ما يهمني الكاليتي، وتبدا الحاجه مزيانه وكها. تتبادل سالم وانس كيما شفتوا معناها كادو، معناها تمشي. اني تقريبا شطرو مشري كل مره نشري حاجه من قبل رمضان. الحاجه الوحيده اللي خديتها سروال وكها. تبديل سلمى هي اللي خديتها كامله، معناها كل شيء تبديل سلمى هي اللي خديتها لها كامله، خاطر معناها ما عندهاش عمرها، ما عندهاش اللبسه نتاع مناول كل اللي تلبس فيه. لازم اي حاجه باش ناخذها سلمى راهي باش تلبسها في وقتها. خديت لها تبديل العيد، مازلت لازم نهبط ناخذ لها تبش نتاع الصيف، خاطر ما عندهاش نتاع الصيف باش الكل نتاع مناول، ما عادش يجي قدها بطبيعه السنين. وكهو ان شاء الله الفيديو نتاع اليوم عجبكم وخذيتوا فكره، وخاصه على تبش سلمى برشا برشا ناس يطلبوا فيه نحبوا نشوفوا تبديل سلمى. والله ربي يخليكم ليا ان شاء الله الناس الكل محلاكم وطيبكم. بالحق سلمى تحس عندها برشا برشا خالات، وصح عليها والله عندها برشا خالات. يعني وين تمشي الناس تسال كان على سلمى وين تمشي. ان شاء الله تكبر هي تولي هي اللي هي بالقناه حصيله. كهو كان كنت وصلت بكم لاخر الفيديو، ان شاء الله فيديو اليوم عجبكم، واستنوني في فيديو غدوه. ظاهلي العيوني نبدا في حلول العيد. ان شاء الله نبدا معاكم نشجعكم، عرفتك لاني مش نعطي حكايات، جست تشجيع وكهو. بوسه كبيره ليكم الناس الكل وبسلامه.